وصلنا الآن إلى اللارج انتستين، وهنبتدي بالجزء الأول بتاعها اللي هو السيكم. الجنرال فيتشرز اوف ذا سيكم تشمل الموضوعات التالية. أول حاجة السايت بتاعه، يقع السيكم في الرايت انجواينال ريجون اللي هي الرايت إلياك فوسا. يبلغ طول اللونج اكسس اوف ذا سيكم حوالي 3 انشز يعني 7 سنتي ونص. السيكم از كومبليتلي كفرد باي بيرتونيوم. طيب البدايه والنهايه، مفيش بدايه ولا نهايه، في كونكشنز كونكتد ميديالي تو ذا ايليوم، كونكتد سوبيريورلي اباف تو ذا اسيندنج كولون، وكونكتد بوستيريور تو ذا فيرمي فورم ابندكس. ليه مفيش بدايه ولا نهايه؟ لان قلت البدايه بتاعته عند الالوسيكال جونكشن على سبيل المثال، يا ترى نهايته هتبقى فين؟ هتبقى اللور اند ولا الابر اند؟ فبالتالي مش قادر اقول ان في بدايه ولا نهايه، ولكني بقول ان في كونكشنز. بالنسبه للريليشنز اوف ذا سيكم، السيكم زيه زي اللارج انتستين. اللارج انتستين واخده البريفرال ارياز اوف ذا ابدومينال ريجونز، متواجده على البريفري وقريبه من السيرفيس اوف ذا انتي اوف ذا ابدومينال وول. فبالتالي الريليشنز بتاعتها انتيريورلي ثلاث حاجات مشتركه في معظم اللارج انتستين. هي مين انتيريور ريليشن؟ ثلاث حاجات. اول حاجه الانتيرور ابدومينال وول، خلف مباشره الجريتر اومنتم، وخلف الجريتر اومنتم هنجد اللوبس اوف سمول انتستين، والسمول انتستين في هذه الحاله كانت الاليوم. لو جينا نشوفها بمنظر تاني، ادي الانتيرور ريليشن اوف ذا سيكم المتواجد في هذا المكان، والدليل على وجوده هو وجود الفيرمي فورم ابندكس اللي عندها السهم انتيرورلي. هنجد الانتيرور ابدومينال وول اللي هو هنا ريفليكتد داون ووردز. طيب في مين كمان؟ في الجريتر اومنتم اهو. الجريتر اومنتم كان مكانه فين؟ كان مكانه تحت هنا. طب امال ايه؟ عملنا له ريفليكشن، ريفليكشن ابوردز لفوق، والدليل على وجوده ادي ظهر الترانسفيرس كولون، وهو منعدي من قدام الترانسفيرس كولون، ولما نقلبه هيبقى يظهر من ورا لانه مقلوب. ثم اللوبس اوف ايليوم بوصفه الجزء الاطول من اللارج انتستين، ادي اللوبس اوف ايليوم اهيت وريليتد انتيريورلي تو ذا سيكم. دي كانت بالنسبه للانتيرور ريليشنز. اما البوستيرور ريليشنز اوف ذا سيكم، ست حاجات ممثله في اتنينات، التو ماسلز وتو نيرفس وتو فيزلز. التو ماسلز الموجودين عندنا هما الاثنين الاخوات اللي بيصيبوش بعض ابدا. مين هما؟ السوس ميجور ماسل والالياكس ماسل. وما بينهما ايه اللي بينهم؟ تو نيرفس ماشين. ما بينهم من فوق كان في اللاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا ساي، ومن تحت النيرف اللي كان نايم في الحد الفاصل بين السوس والالياكس اللي هو الرايت فيمورال نيرف. تو ارتريز ماشين كلوزلي ريليتد تو ذا سوس ميجر، واحد ماشي على الانتيرور سيرفيس هو الجونادال ارتري، والتاني ماشي على الميديال بوردر اللي هو الرايت اكسترنال الياك ارتري. ديت كانت الريليشنز اوف ذا سيكم. نوصل بعد كده للجزء الثاني من اللارج انتستين اللي هو كان الفيرمي فورم ابندكس الزايده الدوديه. الجنرال فيتشرز الكلام العام بتاعها، هذه وورم شيبد لايك ستراكشر، يبلغ طولها حوالي 4 انشز يعني 10 سنتي. بنقول وورم شيبد يعني شكل الدوده، موجوده في معظم احوالها على الباك اوف ذا سيكم، وهي كومبليتلي كفرد بالبريتونيوم، وكمان مش كده وبس، دي كونكتد باي ميزو ابندكس، يعني في ميزو كولون طالع، هو ميزو ابندكس كان بيوصلها بالبروبر ميزنتري. النيرف والبلاد سبلاي اوف ذا فيرمي فورم ابندكس تاخد الابندكس الارتيريال سبلاي بتاعها عن طريق ارتري اسمه ابندكولار ارتري. هذا الارتري كان جاي من الاليوكوليك ارتري اللي هو واحد من التيرمينال برانشز اوف ذا سوبيريور ميزنتريك ارتري. طيب الفينوس درينج بيكون عن طريق فين اسمه الابنديكولار فين، ده بيكون هيصب المسار النهائي بتاعه هينتهي في البورتال فين. اما النيرف سبلاي فهو مثير وجميل، هو التنس انتركوستال نيرف اللي هو كان النيرف سبلاي اوف ذا امبلايكس. طيب الفاريشنز اوف سايتس اوف البريزنتيشن بتاع الفيرمي فور ابندكس، كان اكبر وبرسنتج لمكان الزايده هو الريتروسيكل يعني بهايند ذا سيكم، وتبلغ نسبه تواجدها في هذا المكان حوالي من 65 الى 75%، يليه مباشره البلفيك ابندكس. البلفيك ابندكس يبلغ نسبه تواجدها
تبقى حوالي من 20 إلى 30%، وبتوصل فين؟ لحد البلفيك بريم. التالت برسنتج لوجود الفيربي فورب ابندكس اللي هي السبسيكل، ودي حوالي 3 إلى 5%. أما البرسنتج في الترتيب الرابع اللي هو البري إيليال، بري إيليال تبقى فيها الزايدة ماشية ان فرانت اوف إيليوم، ودي حوالي 1%. والنوع الخامس اللي هو كان البوست إيليال، وتبقى الزايدة فيها ماشية من وراء الإيليوم. أما في هناك نوع سادس وهو الأقل وجودا اللي هو الصب هيباتيك ومالوش برسنتج في الحقيقة. بخصوص السيرفيس أناتومي of the vermiform appendix، يقع الروت of the appendix يعني مكان اتصاله بالسيكم على في نقطة، هذه النقطة lies at the junction of the lateral one third and with the medial two thirds of a line extending from the umbilicus to the anterior superior iliac spine، وهذه النقطة بيسموها McBurney's point. ده كان بخصوص الكلام على الزايدة. بعد كده الascending والdescending colon، الأجزاء التالية من اللارج انتستين هنعمل جدول مقارنة بينهم في general features، ثم ناخد الريليشنز بتاعتهم مع بعض في جدول مقارن أيضا. فبالنسبة للascending colon هنقول مكان وجوده كان يقع في الرايت لامبر ريجون، وكان طوله حوالي 15 سنتي. اما الديسندنج كولون فكان يوجد في 3 من الابدومينال ريجونز، في الليفت هايبوكوندريال ريجون والليفت لامبر ريجون والليفت ايلياك ريجون او الليفت انجوينال ريجون، في 3 اماكن مع بعضهم، وعشان كده هو اطول ويبلغ طوله حوالي 30 سنتي يعني 12 انشز. البيرتونيال كونكشن اوف بوث ذا اسندنج اند ديسندنج كولون، يتصل البيرتونيوم بكل من التو بارتس اوف كولون بالفرونت والسايدز. اما التينيا كولاي اللي هي الفايبروماسكولار باندز، دول كل واحد يمكن فيه 3 باندز، واحده انتيريور، 3 باندز من التينيا كولاي، واحده انتيريور على الناحيتين واثنين بوستيريور ايضا على الناحيتين. طيب إذا جينا نشوف الانتيريور ريليشنز متشابهة في الاثنين زيها زي السيكم بالظبط، الانتيريور ابدومينال وول ورا مباشرة الجريتر اومنتم، ورا الجريتر اومنتم أيوجد اللوبس اوف سمول انتستين ممثلة في الإيليوم. وأما البوستيريور ريليشنز فكانت شكل بعضها باستثناء اختلافات بسيطة نظرا لاختلاف طول كل من الاسيدنج والديسيدنج كولون وبعد كل منهم عن الميدل لاين، وده هنشوفه دلوقتي في هذه الرسمة. ده كان منظر للاسيدنج كولون والديسيدنج كولون بالأطوال الطبيعية بتاعتهم، هنشيله ونشوف البوستيريو ريليشنز. كانت أول حاجة في جلاند هي الكدني، بعد الكدني هنجد في بون تحتها بشوية هي الإيليا كريست، والإيليا كريست كان ماسك فيه 3 عضلات، 2 فوق وواحدة تحت على ناحيتين. الاثنين اللي فوق كان الكوادريتاس لامبورم، ولاترال لها كانت ترانسفيرس أبدومينس، واللي كانت تحت هي مين؟ هي الإلياكس مصل. دول كانوا موجودين في الاثنين، لأن هناك كانت في عضلة إضافية موجودة في الريليتد للديسندنج كولون مش موجودة في الأسندنج كولون. مين هي العضلة ديت؟ هي السوس ميجور مصل وملحقاتها، هنتكلم على ملحقاتها بعد شوية لما نخلص على الثلاثة نيرفس الأساسيين اللي هما كانوا مين؟ إليو هايبوجاستريك وإليو إنجوينال واللاترال كوتينيوس نيرف أوف ذا ساي ناحيتين اثنين، وأدي إليو هايبوجاستريك وإليو إنجوينال ولاترال كوتينيوس نيرف أوف ذا ساي. طيب نشوف بقى ملحقات الصوص اللي هي على الناحية الشمال ومش موجودة على الناحية اليمين، يعني موجودة في الديسندنج كولون ومش موجودة في البوستيريور ريليشنز اوف ذا اسندنج كولون. مين هي الملحقات ديت؟ هنجد الفيمورال نيرف معاه الجونادل فيزلز معاه على الميديال بوردر بتاعها اللي هو الاكسترنال ايلياك فيزلز، بس هنا الليفت مكتوب الرايت عفوا، هي بس غلطة مطبعية، الليفت طبعا مين؟ ليفت اكسترنال ايلياك فيزلز. وفي 3 structures موجودين في الناحيتين اللي هم subcostal nerve and vessels. طيب وادي رسمة الاسندنج والديسندنج كولون. تبقى لنا بعد كده الجزء الخامس من اللارج انتستين اللي هو الترانسفيرس كولون، وبدايته اللي هي الرايت كوليك فليكشر ونهايته اللي هي الليفت كوليك فليكشر. هنقول ان الترانسفيرس كولون continuous
او اللي هو الكونتينيويشن اوف ذا رايت كوليك فليكشر. مين الرايت كوليك فليكشر؟ الرايت كوليك فليكشر هو الكونتينيويشن اوف اسيندنج كولون. اما الترانسفيرس كولون فكان الكونتينيويشن اوف ذا رايت كوليك فليكشر. طيب هو نفسه كونتينيوز از ايه؟ كونتينيوز از ليفت كوليك فليكشر اللي هو يصبح بعد ذلك الديسيندنج كولون. الترانسفيرس كولون لايز ترانسفيرسلي across the upper part of abdomen تقريبا كده في مستوى السكند لمبر فيرتبرا، بس من على البداية بتاعته كان slightly lower than عن نهايته، يعني على ال right side كان شوية تحت، left side left side of transverse colon كان شوية طالع لفوق. يبلغ طول الترانسفيرس كولون نص متر يعني حوالي 50 سنتي يعني 20 انشز. ريليشنز انتيريورلي من قدام هنجد اكبر غده اللي هي الرايت لوب اوف ذا ليفر، وطبعا وتحت منها على طول هنجد الجول بلادر والبودي اوف ستومك اللي احنا شايلينها من هنا. اما بوستيرولي فكانت ترانسفيرس كولون ريتلي السكند بارت اوف ديودينم، ادي السكند بارت اوف ديودينم، واللي كان مستخبي في داخل الكونكافيتي بتاعته الهيد اوف بنكرياس، ادي الهيد اوف بنكرياس، ثم اللوبس اوف سمول انتستين والليفت كيدني. دي كانت ال relations the posterior relations of the transverse colon. طيب نوصل بعد كده للبلفيك او السجمويد كولون، ده الجزء الاخير للاخير من اللارج انتستين في الابدومن، بس لسه اللارج انتستين لها اجزاء اخرى موجوده في البلفس والبرينيوم اللي هي كانت مين؟ اللي هو كان الريكتم والانال كانال، لكن ده الجزء الاخير من اللارج انتستين في داخل منطقه الابدومن اللي هو البلفيك او سجمويد كولون. بلفيك لانه ريليتد للبلفس هيدخل يعني جزء منه كان موجود في البلفس. سجمويد سيجمويد يعني اس شيب، فهو الكونتينويشن اوف ذا ديسيندنج كولون عند الليفت بلفيك بريم، عند حافه البلفس من على الليفت سايد، وهو كونتينيوز از ريكتم ات ذا ليفل اوف ذا ثيرد بيس اوف ذا سيكرم. ات لايز اوبليكلي ان ذا بلفيك كافيتي، بداخل البلفس كان قاعد فين؟ اوبليكلي. الشيب شكله اس شيب، اللينس يبلغ طوله حوالي 40 سنتي. طيب اذا جينا كده نتكلم على الاطوال نفكركم بيها، السي كم كان قد ايه؟ كان 3 انشز يعني 7 سنتي ونص. الفيرمي فورب ابنكس 4 انشز يعني 10 سنتي، ثم الاسندنج كولون كان 15 سنتي، الترانسفيرس كولون 50 سنتي، الديسندنج كولون كان 30 سنتي، البلف كولون كان 40 سنتي. اذا جينا نتكلم على الريليشنز فهو له اثنين ريليشنز، اباف اند تو زي رايت سايد اللي هو بيسموه، وفي ايه وفي بلو اند تو ذا ليفت سايد. اباف اند تو ذا رايت زي ما احنا شايفين اهو ريليتد لمين؟ ريليتد ل الاند اوف ايليوم، وادي الاند اوف ايليوم، ثم اليورينري بلادر ده في الميل، وفي الفيميل نزود عليه اليوترس. طيب لاترالي، ادي لاترالي هنا اهو laterally related للstructures اللي نايمة على lateral wall of the pelvis، وكانت ممثلة في external iliac artery and vein، obturator nerve and vessels، vas deferens in male والovary in the female. اما posteriorly فكان related للupper structures اللي قاعدة في upper part of posterior wall of the pelvis اللي هو مكان السيكروم، عظمة عضلة نايمة عليها للبيريفورمس، وكان او طلع منها طبعا البيريفورمس، وكان السيكرال بلكسس اند يوريتر. دي كانت الاستراكشرز اللي ريليتد للبلفيك او السجمويد كولون. اتكلمنا بعد كده مع البروتونيه، مع البروتونيه الكفرنج بتاعه او البروتونيه الاتاتشمنت اللي هو كان البلفيك ميزو كولون. يتبقى لنا بعد كده الجزء الاخير في اللارج انتستين اللي هو كان البلد سبلاي، ودي هنأجله المحاضرة الجاية.